صدم الجمهور من ردة فعل النجمتين شيفال سام وهاندا أرتشل عند سؤالهما عن أحداث العنف المتزايدة ضد النساء في تركيا، لتجيب بطلة التفاح الحرام والشهيرة باسم أندر أنها لا تريد التحدث عن الموضوع، طالبة من الصحفيين عدم التحدث عن المواضيع الحزينة والسيئة في هذا اليوم لأنها لا تريد تعكير مزاجها والتحدث عن أحداث العنف والجرائم المأساوية ضد المرأة التي هزت البلاد مؤخراً. أما هاندا أرتشل ردت على انتقادها بسبب عدم تفاعلها على حساباتها مع أحداث الجرائم ضد النساء قائلة: طالما أن القتل والمختلين في الشوارع وليسوا في المكان الذي ينبغي أن يكونوا فيه ولا يتلقون العقاب، ماذا سيحدث إذا أظهرنا ردة فعل وتحدثنا؟ أنا أيضاً أخاف كثيراً عند المشي في الشارع. هذه الإجابات عرضت النجمتين لانتقادات واسعة وكبيرة واتهمتا بالسطحية وعدم النظر إلى الواقع الأليم الذي تعيشه المرأة في تركيا، وأنهما تنظران فقط إلى الحياة الجميلة التي تدور حولهما.